عزيز العطوي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله دائما وأبدا نستعين. أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة، بكل محبة وسلام في هذا اليوم الجديد وفي هذه الانطلاقات الصباحية الجديدة، في هذه الانطلاقات والتحديات من على أرضية ميدان التحدي درة الميادين الخليجية ميدان الشحانية في صباح يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر أكتوبر لعام 2024 من الميلاد، حيث نأتي ونصل بحضراتكم لانطلاقة سن الإجذاع وسن الإمتاع والإبداع. انطلق على بركة الله شوطنا الخامس الخاص بسن الإبكار الإجذاع من مسافة 5 كيلومترات، لأبدأ بالنداء مع مقدمة وصدارة الشوط لأتابع الشايبة في هذه اللحظات. من تقود هذه الأسماء؟ من تقود هذه الشعارات؟ مع المركز الأول مبارك بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري مقدم لنا انطلاقة الشايبة على مقدمة الأسماء، بينما المركز الثاني أتابع الوصول وأتابع اللحاق والانطلاقة مع الواعية علي بن محمد بن زيد بن نديله المري مقدم لنا انطلاقة الواعية وتحديات شعاره في هذه اللحظات، لينطلق مع المركز الثاني الدور والنقلة إلى المركز الثالث ليتابع وأراقب في هذه اللحظات القدوم والحضور مع حشمة حمد بن غانم بن سلطان الهدي في من يقدم لنا انطلاقة حشمة وحضور حشمة على المركز الثالث. رابعا أتابع وأراقب الوصول مع حظ محمد بن عبد الله بن علي الفهيدة مقدم لنا انطلاقة حظ على المركز الرابع، ولكن أتابع في هذه اللحظات القدوم والوصول من قبل شعار النجوم من قبل هذا البطل. هنا ينطلق ويقدم لنا النايدة جابر بن سالم بن جبران المري مقدم لنا شعاره بانطلاقة النايدة لتتحرك من المركز الخامس إلى المركز الثالث وتغير في هذه اللحظات إلى وصافة ومعطيات هذه الانطلاقة من خلال انطلاقتها على مستوى المركز الثاني. العودة إلى بن جليميد، العودة إلى الهاجري وانطلاقة الشايبة مع المركز الأول مبارك بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري مقدم لنا الشايبة، ولكن حذاري من هذا البطل، حذاري من بن جبران، حيث ينطلق ويقدم لنا انطلاقة النايدة يا جابر بن سالم بن جابر بن جبران الجربوعي غير في هذه اللحظات. هنا ينطلق ويقدم لنا احدى النجمات لهذه العزبة، احدى النجمات لهذا الشعار، لينطلق على صدارة ومقدمة الاسماء المركز الثاني. مرحبا بدمعة وقدوم دمعة محمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري مقدم لنا انطلاقة دمعة على المركز الثاني. المركز الثالث الشايبة ومبارك بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. رابعا أتابع الانطلاق والحضور مع الواعية وعلي بن محمد بن زيد بن نديلة المري مقدم لنا الواعية وحضور وانطلاقة الواعية، بينما
قسم المركز الخامس. أجد هنا القدوم والوصول في هذه اللحظات مع شعارك يا بن جهويل، يتقدم ويقدم لنا انطلاقة شعاره. هنا عبد المحسن بن محمد بن مبارك بن جهويل الجهويل مقدم لنا انطلاقة وتحديات بروك على المركز الخامس، ولكن الأسماء الحاضرة الشعارات بدأت تقترب. ليعود مع بن جبران، مع بن جبران حيث يقدم لنا النايد مع المركز الأول. البطل بن جبران يقود هذه الأسماء، يقود هذه الشعارات نحو الإنجاز الكبير، نحو هذا الشرف العظيم. المركز الثاني القدوم مع حاضرين، حاضرين يا حاضرين، هادي بن حمد بن علي بن حمد المري، ولكن بن قريع فاران يتحرك، فاران يصل في هذه اللحظات ليقدم لنا مشكورة. فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري مع انطلاقة مشكورة، والوصول أيضا مع هذا الشعار، شعار الشوط الرئيسي لهذا الصباح، لتتقدم وتنطلق عزايم علي بن محمد بن راشد بن شابل. الله يا هذا الثلاثي، الثلاثي الخطير، ثلاثي الرعب، ما بين بن جبران وما بين بن قريع وما بين بن شابل، ولكن البطل، البطل بن جبران يقود الأسماء حتى هذه اللحظات. وجابر، جابر بن سالم بن جبران من يقدم لنا انطلاقة وحضور النايدة على المركز الأول. أقلع بن جبران، أعلن الإقلاع، أعلن بأنه الرقم الصعب في ساحات الميادين وفي هذه الانطلاقة. بن جبران والوصول والقدوم مع حاضرين، حاضرين والنايدة، حاضرين والنايدة، الأمتار النهائية، حاضرين، حاضرين النايدة يا بن جبران وحاضرين تنطلق على المركز الثاني. هادي يا هادي بن جبران، يا بن جبران، ولكن النايدة بن جبران، كما أنت بطل يا بطل، كما أنت نجم يا نجم. بن جبران بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، مع انطلاقة النايدة. جابر بن سالم بن جبران الجربوعي المري المركز الثاني، حاضرين لهادي بن حمد بن علي بن حمد المري المركز الثالث. وصلت عزايم لعلي بن محمد بن راشد بن شابل المري المركز الرابع. وصلت جنبية لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني المركز الخامس. وصلت مشكورة وفاران بن عتيق بن قريع البريد المري. إذا تهانينا والناموس لمالك هذه النجمة، لمالك النايدة، جابر بن سالم بن جابر بن جبران الجربوعي المري على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني لحظة الوصول 7 دقائق 51 ثانية، 33 جزءا من الثواني بدون أي تعليمات وأوامر تذكر. تهانينا والناموس. المركز الثاني حاضرين، هادي بن حمد بن علي بن حمد المري، قدمت الأداء الممتاز 7 دقائق 51 ثانية و 89 جزءا من الثواني مع المركز الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثالث، وصلت على المركز الثالث عزايم لعلي بن محمد بن راشد بن شابل المري، 7 دقائق 55 ثانية و82 جزءا من الثواني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.